أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير. صباح الخير عليكم من وسط العاصمة الحبيبة بغداد. متواجدين حاليا في منطقة الشيخ عمر، بل بالأحرى في منطقة تجاوزات الشيخ عمر. هذه المنطقة الناس أهلها يقرون بالتجاوز، لكن بنفس الوقت يطالبون ببديل أو يطالبون بسكن يليق بهم كعراقيين. هذا المكان اللي متواجدين به حاليا هو في الشيخ عمر، الموقع اللي متواجدين به حاليا تحت سريع محمد القاسم، تمام؟ هذه المنطقة اللي على يميني هي المنطقة اللي حصل عليها تجاوز. الغريب بالأمر أنه الحديث عن وجود ابتزاز لهم، مو فقط أنه يرحلوهم بل ابتزاز. المكان تابع إلى دائرة التراث حسب ما وصلت لي المعلومات. نسمع حديث الفقراء، أنا دائما أتحدث عن أنه الفقراء يتواجدون في هذه المناطق، فحتى نشوف وضع الناس وضع الفقراء بالعراق شلون حالهم، حتكون حلقتنا بيناتهم وبين بيوتهم وبين أهلنا وناسنا. حياكم الله بقيانا. اهلا وسهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين. المواطنين يقولوا لي احنا قاعدين بالقبور، فما معناه انه هم وين ساكنين بالضبط كموقع ادق بالشيخ عمر، ما بين الشيخ عمر الصناعي وبين المقبره، فحتى جزء من هذه المناطق كانت قبور لربما، فهذا اللي عايش به المواطن العراقي بالقبور، تمام بالعاميه. خليني ابدي ونسولف ويا اهلنا وناسنا. والسلام عليكم ورحمه الله. سيدنا شلون الصحه؟ السلام عليكم. حياك الله. والله تاد احمد شفت الحاله، مقبره قاعدين بها ناس فقراء كلهم اللي عندهم عوائل شهداء ومرضى معوقين موجودين هم هنا، انت تشوف الكتب عندهم، ويوم جاء البلديه وجاء الشرطه شيلوا شيلوا، لاكو بديل الدوله غير ان ماكو قاعدين هنا لا تاد، يعني ماكو خذونا بديل الحين شيء، وبنقبل الله وكل كل عقارب عقارب حياه تعال شوف الطيب. بالقبور عايش. بالقبور يا والله العظيم كل قبور والله العظيم. وتعال شوف كل حجاي وعقاربها جالسين. شو يريدون منكم؟ يقول شيلوا. شيلوا. زين هسه انا هذا الموقع اذا اريد اشوفه. نعم. مو موقع استراتيجي حيبني به موقع. شو حيسوي؟ قلت رحم الله والديه. شيلوكم وبعدين شو حيسوي؟ ما مؤثر عنه لا يتند عليه. جوه سريع يعني. جوه سريع. والمقبره ورانا ذي. والمقبره. والله او تعال شوف المقبره كل شوف بها. جاسب تصير. هذا معوق هذا هنا فلاح وده معوقين. وشهداء عوار شهداء. كلها شو؟ ها كلها معوقين ما عنده. زين تعال هنا. تعال يا عمي هاي ورقه هاي هاي كل الجرحى هاي نور المالك يعني اي واحد يجي رئيس جديد يعني شنو شيء انه واحد غيره هاي ورقه اثباتيه وست مدراء موقعين عليها في البلديه هذا عدم الخميس انزل التحق الخميس ورجال جريح حياته ها عسكري ها رجليه ها مصاب بعد بالمقبره دينار ما حد اعطاني انا على عملتي مسوي من جيبي وعدي اربع جهال وخالتي ما عندك ما بس ما عندك قطعه قاع ما عندك ما كل شيء ما عندي قابلت وزير ويجي يقول لك تعال اطلع علما انا حامي علما انا مسدي ومريح شيء من جسمي حتى بديل يقعد اشتغل عماله ما اقدر لا شطاسه لا شيء البنوكه اعطوا مجال النسوان بالله بس سادتنا سادتنا انا هسه جايك حجي الله يساعدك بدو عينك انت مو ارامل احنا وقاعدين نطالب ولا نص الحجيات خليجين هنا هو مجال الحجيات زين يوميه جايين يوميه جايين ما يصير هالشكل هسد التعطب على بيتي عندي فلوس ابني انا ها والله قلت لهم حتى لا مو فلوس بنص القبور ما عرفتين وسندويجات زين وكل النسوان اليتامى وارامل عندي بدو العينك عين من تمطر تعال من تمطر لغرق والله اغرق من تمطر زين الله يعينك السلام عليكم سلام هلا يمه احنا من عوائل الشهداء ايه لا عندنا بيت ولا عندنا قاع ولا عندنا كل شيء بس رحمه الله تعالي لي اجازه حقوق مطالعه والله العظيم ماكو
قاعدين هاي بيننا البلوكات وقاعد نتجاوز. حجي ايش حصلتي من العراق العظيم؟ الحمد لله والشكر، نقول الحمد لله العشر. ما حصلتي قطعة قاع من الحكومة؟ لا والله كل شيء معك، بس التقاعد ما اخذتي هاي مال الشهيد ابن الشهيد. بس الشهادات من حقوق معك. كل حقوق معك. زين انا اشوف ما شاء الله يعني هذا عدد وكل ذوي الشهداء، زين ذوي الشهداء المفروض قاعد طبعا غيرهم الاولوية. وعدونا وعدونا بالقاعين، انا ما عندي شهيد. وين؟ انا مبطل صوندات، بطل صوندات زين. يعني واحد ستر اشوف السباب هذا لا كان تشيز بابا صار لي وهاي زين. وبعدين اشتغل عمال وداي وين وجهك واحد حشاك ما نغلط احنا ويجي يقول لك شيل. هو قاعد ومرتاح، قاعد ومرتاح ويفكر، ما يفكر بالعالم هاي. وحق ربك هسه راويك وام البنين اللي راويك الصغار بالقبور، بالقبور. هو اساسا كانت قبل بالثمانينات هي مقبره، اساسا كانت قبل بالثمانينات هاي كانت بيوت، واحنا على اثرها بنينا عليها على اساس مالها احنا هسه قاعدين. زين الحين وين نروح؟ هسه انا وجيت عندي بنت شهيده من 2015 ولحد هسه كل شيء ماكو. وعدوا على قاعين ناس الشهداء وزمن هاي من رحنا مال المعففين مال السيد الكاظمي هم رحنا ما ظن مال الانترنت القياعين هم كل شيء ماكو. لا راح يرهاب بس لو عندنا فلوس لو عندنا امكانيه شنو قلنا انا راح ملو صح. زين استاذي عمي لو عندنا بس تعالي اللي جاي خلينا نخلص. لو عندنا ما قعدنا هنا اجي بس تعالي هنا انا مضروبه جلطه صح وعافيه وعدت تخف بالدم كل 10 ايام ادوخن. لا والله وراتبي تقاعد 175 والله ما يكفيني والله العظيم. لا تبكي الله يبارك العالم تطيني ما اقدر هزم عربانه ما عندي زي ميدي تعال عربانه ما عندي كفيلك محمد ويتامى عندي ولد ابني اثنين هم وامهم قاعد اودي لهم مطرح. حجيتنا امه هسه تريدي شنو انت؟ بس يكفون يا اخي ما يشيلونا من النار. اي والله المقبره قاعدين مقبره كفيلك محمد مقبره قاعدين. هسه الحجيه تقول لك همين قبورهم لاحقين عليه. اي والله الله ومن لا قبر من لا قبر اكو واحد يقعد مقبره قبل ثلاث ايام اي بالقبور بين القبور عايشين الله يعين. وين احنا ما عدنا زين شو تقولي للرئيس الوزراء سيشوفنا ان شاء الله؟ اي والله شو تقولي شو تسولفين وياه؟ مين بقد ابنك رئيس الوزراء؟ اي والله باوع على الفقره على ما عنده يدير باله علينا. اي خلي باوع على القاعدين بين القبور. اي باوع علينا بخير خاطر نقول خوش رئيس ان شاء الله. ان شاء الله هسه بس خلي كمل النسوان وجايكم ما اريد اوقف. ما اريد اوقف والله واحد كلها تدري بيه بلاتين بوجهه وذاك اهل بالبيت زين ولا راتب ولا ما زاركم شباب. ما زاركم يا ام ما زاركم مسؤول قال لكم لا ما حد انا وياكم انا انا نفس الفقراء واحد بيه طبع والله زين بالقران اي راتب ما عندنا زين وعلى هالتنكوات لحقون زين وين اروح؟ وكلها والله عايشه على المساعدات هاي العالم كله تجي مساعدات والله نطلع لها عادي بس يعرفون حالكم يعرفون بحالنا بس يعني ما رايدين قطعه قاع شنو من عندهم العمل الله جاي بس باقي على وجهه حجيه تعالي كان عمره 62 سنه يشتغل عمال يبني بيت لو اشترى قطعه لا عيشنا. أيوة. يا هل تفتر حشا قدرك حد باي لعلمك على مجلعيتك هي هاي وضعية مال بعدها بالخيرات حجية حجية سالفيني أنا دا باع بيوتكم شينكو شكو داخل شكو داخل شكو داخل بيوتكم همين عندكم أثاث ضخم عندنا من ضخم مش عندنا والله طباخ وثلاد يو هاي شعدنا يعني شكو شكو الضخم ما بيد بس عيد والله ما بيد لا أساس ولا بيد بس كل يحمل عزيز خليه يحتيها ما واضح واضح واضح, واضح كلها ملقه ما اي دينار ما حصلت. شنو وين كنت تداوم؟ كنت تداوم منتسب. تعالي اللي جا تعال شوفونا بطنه هاي صار بيها ست هاي وبعد عندي عمليه بعد ما مكملها ما مكملها لحد الان زين ودوامي يرفضوني من وراء الاصابه يعني مو اثنان. هسه انت هذا الضرر شطتك ابد كل شيء ماكو تعويض ابد 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 من 2008 لحد الان عندك اكيد لا ولا تقاعد ولا قطعه ارض ولا هاي كل شيء هذا الله فوقه وعندي ست اطفال معتمد على مشغل مولده يعطوني 400,000 بالشهر
بعد ماكو وبطل هماتين. انا اخوه احنا مقاتلين. انا اخوي شهيد وكنت منتسب وهددوني وبطلت وصوبت بالطائفي. بعشي قدم العراقي كل شيء بيطلع. انا داسر بعشي قدم العراقي شو كل مره كلهم طاقات جوالنا احنا بنقول والله شبنا المفخخات شبنا الاشكال شهداء وفوقها يقول لك تعال شيل بيوت تشينكو هسه لو كل تشينكو سقف بيت بيحاول كل شيء عزيز بالضبط يعني حاله على الرعايه قدمت على الرعايه وكتبني فوق خط الفقر وانا ابني انا معوق وابني معوق كتبه بالرعايه كتبني فوق خط الفقر ما مستحق هاي فوق خط الفقر شلون سويت مقابله وزير هاي مقابله وزير ايه والوزير مقابلني لان انا مو شنو مو عراقي انا سلاح ابني معوق هذا عاجز يا وزير بس دقيقه وزير العمل السابق هذا ايه هسه انا معوق وابني معوق واثنيناتنا بلا راتب وكاتبيني فوق خط الفقر يعني بالمنصور قاعد زين ايه. اقول له انا قاعد بالمقبره يقول لي لا مشكلتك هاي استاذ العزيز فوق خط الفقر استاذ العزيز الله يخليك انا اسولف كمل كمل انا اشد بس ابو الرعايه ابو الرعايه لا والله انا ناشد لا مو ناشد شنو رئيس الوزراء ابو الرعايه انا يعني عندي رساله لوزير العمل يا وزير العمل تريد تشتغل صح تريد تشتغل صح انا عاجز وابن عاجز تعال شوف هنا وخلي باحث فيكم شويه ناس ما شوف الحاله تعال شوف السوداني السوداني مو كان على الشرعيه شطانه والوقره الناشد دولة رئيس الوزراء يشوف لنا حل يعني انت شفت الحالة وشفت الوضعية ويجي هو يعني خليه ينزل شوية ليش ينزل هذا ينزل الشارع ينزل يشوف العالم شنو ذنبه شنو هاي الامهات شنو هاي البنات شنو بناتنا يعني قاعدين احنا تعرف الصيف شنو العقارب الحياة تعرف شنو لا انا احكي وياك انا وعقب بلانكيت انا عندي سبع جهال لا عندي راتب لا عندي قاع لا عندي سياره لا عندي اي شيء انا احكي لك قدمت على الرعايه 7000 مره وماكو هاي اطفالكم هنا شلون عايشين هسه المستقبل شنو انا دا ماكو يعني ماكو ما عنده وين يروح وين يروح المستقبل مجهول اول عنده ما عنده طبيب شنو من قناتكم الموقره الناشد دوله رئيس الوزراء يشوف لنا حل وشاره يلا والله والله يعني رحمة على والديه حاضر يا سوداني قلنا لك احنا تبشر بخير بس شوف لنا شاره خلي يجي سيف الوزراء حياك انزل انزل الشارع شوف العالم شلون عندي شهيد الله يرحم شهداءكم جميعا كل شهداء عندنا اي ب 2006 استشهد عندي شهيد ولحد الان مقدم من 2009 على القاع وما اعطوني اياها ليش زين بس سؤالك وهاي ما داري مداري ما قدمتوا عليه قدمنا عليهم ماكو مصطفى الكاظمي اي جبت هو السيد الكاظمي جابها اي جاب السيد الكاظمي وراحت وياه هم ما حصلنا شيء وقتها كان السيد المالكي من كان السيد المالكي احنا قاعدين تجاوزات شطانه السيد المالكي شطانه سندات لنا صفر هو هذا السند الاصفر هذا الاصفر الاصفر هذا السند الاصفر سبب بلاء الناس هذا من راح السيد المالكي راحت السندات هم وياهم راحت ورقيش كل شيء سندات السيد المالكي هسه احنا نطالب السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني احنا ولده واهله نريد الوضع كما هو عليه يبقى نبقى في بيوتنا ما نريد لا نريد تعويض لا نريد فلوس كل شيء ما نريد نبقى في بيوتنا قاعدين وساكتين احنا صار لنا 60 سنه هنا 60 سنه هاي منطقتنا وهاي اهالينا بس ال 60 سنه احنا بيوتنا ورثه وقوموا بيها فصارت 30 نفر ببيت واحد انباع كل من اخذ له 8 ملايين شو يسوي بيها؟ زين سؤال وقتها سقوط استرينا هنا قعدنا هسه انتم راضين اذا راضين اذا دوله رئيس الوزراء راضين اذا سوى جرد بالحاسبه بالعقار نعم ودور عليكم واحد واحد اذا عنده عقار ما يعطيك طبعا اي واحد عنده عقار ما يستحق فيديو كل شيء ما عندنا بس رحمه الله هذا السند سادة المشاهدين هذا كل منطقة تجاوز كل منطقة تجاوز خدمتك وما بس خليها سولف وبخدمتك هذا السند هذا سند سند بلاء على كل مواطن عراقي هذا بزمن أنا ليش أحكي سند بلاء هذا السند في زمن السيد المالك الطاهم هذا السند شنو عنوانه تقديم معلومات المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 254
هذا لجنة توزيع الأراضي على أساس أنه هذا السنة سنة تمليك التجاوز. ضحكوا على العالم بهذا السنة. هذا راح ويا السيد المالك راح. ضحكوا على العالم. إجارة الوزراء وراء وجاء وراء وقالوا لهم هذا تجاوز. وهذا السنة نقعة وشرب مية. ما أعرف ليش. ما أعرف ليش محتفظ بهذا المال. ست مدراء بلدي. من كل واحد 150 ألف على مشدون الساعة والكهرباء وقالوا راح تثبتون ميزانية. زين سوالكم ميزانية كهرباء. سوالنا ميزانية كهرباء وقالوا هاي أنتم راح تثبتون ومن كل نفا من كل بيت عائلة أخذها ومن كل عائلة أخذها 150 لو 135 ألف وقتها. 135. قالوا راح تثبتون وكذا. راحت ال مال شركة الرافدين جونا قالوا يابا أنتم هاي ساعات كلاوات. وعلى هرنط احنا شنا يومين جينا واحد شكل جينا شكل سولفت قبل التصوير سولفت اكو ناس قاعد تبتز اكو ناس تبتز ودورون اموال على مود احنا من اللي يدور معكم سولف لي اياها والله يجي واحد بلغنا قال يابا يقولون الاثار يقولون 100,000 على كل بيس ونعوفكم راح السيد الله يحفظه اليوم التقى بسيد علي استاذ علي ابو الاثار قال احنا هاي ما موجوده عندنا ابد وكل شيء ماكو وكل شيء ماكو بدون علم الدائره كامل السيد موجود اليوم يعني التقى السيد موجود احنا قرينا نحن ابا وجدا بهاي المنطقه ما فد يوم واحد وصل لي غاد بهاي المنطقه شوف هاي اثار قديمه عندنا جو قبل قناه صورتكم ابد ابد هاي اول قناه جايتنا اول قناه قناه الفلوجه ما جايكم ولا ابد ما حد ناقل معاناتنا تعال سيدنا هنا مستحيل استاذ احمد سيدنا انت اليوم قابلت مدير الاثار نعم رحم الله وجه استاذ علي قلت له عمي جاوبت الزونه والله قلت له بتزونه الرجال ما له علم ما له علم قاعد يقعد واقع حال الان قرار الرجل من مجلس الوزراء شي قرار ذاك وقت وياهم قلت له خوش حاج شكرنا منه وطلع اي علم مالك قلت كان يكتبوا جون على الماميه جايين الشرطه جايين بجوك ما اعرف من احنا هاي اكو ما اكو من طامع بقاعكم رحم الله إيه. انا اقول استاذ احمد استاذ احمد المخاجم منا العشارة هذا سووا مجال الحجيات المحجين الله يحفظكم ما اريد نوقفهن جيب لي يعني يشتغلون حتى يشتغلون مخازن 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 هسه استثمر استثمر حق الله استثمر لا تظلم لا تدوس على الفضاء ما يعرف الله يعرف الله شوف هالعالم هالعالم المساكين استاذ احمد اكو عوالي هنا موجوده تتقدم تعشى وجدي محمد واسمعون تمام صادق صادق والله تقدم تعشى كلنا اصحاب جهاله وكل واحد عنده تجار تبجار زين الله مساعدات على مو هاتك مساعدات تعال تعال حجه تعال وجبات مرات ملابس يجيبون لها كل خميس طلبات مال الموت وهي هاي تاريخ العراقيه اي هاي تاريخ يعني ياخذ رجل 175,000 يعني انت اذا شيلونه اجر بها بيت 175 واحنا ثلاث نفرات سته وين ابني هم لا راتب ولا كل شيء مسوي عمليه ونايم صرنا قاعدين عمي والله خندات حق بطنه ثلاث اشهر يلا تنشال وعندها اطفال اثنين لا بيت قدم على راتب رعايه ماكو انتوا عايشين بخوف انا زين اي والله برعب برعب عايشين احنا ابقيت منو جد تعالوا شويه شوف زين خواتكم مات واحنا بعيوننا بعيوننا ونشكر رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وانا تمن طلع انت الكاميرات وهي اجد يعرفوني على بالي سيد الشرف ربي لا يعرفوني امانه الله مو ما اقدر فنشكرهم ونشكر الاستاذ علي ابو الاثار لان دك صدر اليوم قال بكم مكانكم وقحال جيد رحم الله والديك ويشكركم على قناه البلو خدمتكم احنا حاضرين خدمه الناس ربي يحفظك ان شاء الله خدمه الفقراء هذا الحصوت صوت ناس فقراء وأنا دائما أقول أنا أتشرف أن أكون صوت الفقير شرف فخر هذا مو عيب بس عيب على الما ينزل فلا تظلون بهاي كراسيكم وأبراجكم العاجية فما دائما تمام ولو دامت ما كان راح قبلكم فيرادنا شوية وعي حتى تخدمون الناس اخدموا حتى هذا يكون رصيد عند ربكم وعند الناس فاصل ونرجع بقية
اهلا وسهلا بكم احبتي من جديد من الشيخ عمر. هذا حديث الناس، وللحديث استمرار مواطن العراقي بالمطالبه بسكن، استمرار بقطعه ارض، هذا مطلبه. طوبى دين وسلم لكم الارض فوقها بوسه والسلام، لكن ان تخلوا بالشارع والشمر وجوه الجسر ينام، هاي ما مقبوله. فعلى الساده المسؤولين ان يعوا حجم الكوارث اللي قد تحصل في حال رفع التجاوزات بدون بديل. انقذوا الناس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. طيب دائما احنا نشكركم ونشكر قنواتكم واجب، لان سمعتوا الخبر وجيتونا، ونتمنى كل القنوات تجينا على مود تشوف حالنا، لان ما قاعدين قاعده مال البشر احنا. لو تجون تطبون بيوتنا وتشوفون بيوتنا، والله تقول يعني انتم اصلا مو بالعراق، مو بالتعداد السكاني، مو يعني ايش اقول. فانا اقول محمد الشاع السوداني يدعي انه ضد الفساد، يدعي انه ضد ما اعرف ايش اقول. هذا هو الفساد. خلي يجي هنا ويشوف ويفتر. واقول له عليك الحسين، عليك ابو عبد الله، اذا ما تجي هنا واذا ما تقدر تجي جلدك جماعه خلي يشوفونا. وانا من هذا المكان اناشدك يا السوداني، وانت تدعي تقول انا جاي وانا جاي وانا اسوي وانا اسوي. اذا ما تسوي هيك امور لعش تسوي؟ شو تسوي؟ واحنا هاي بيوتنا، وتعال شوفها كلها عقارب وحيايا، وفوق القبور كبيرك الله. احنا ما نقول لك بس كلام، لا تعال انت شوف هاي الكاميرا موجوده، تعال صور وشوف. والجماعه هنا يوميه جايين وداكين داكين بوبنا، شيلوا اقعدوا قوموا تحت امرتهم. واحنا ناس فقره، وعندنا هنا الزنجيل مالنا، الزنجيل ماخذ له توك توك بالاقصاد، الزنجيل مالنا هذا ماخذ له توك توك بالاقصاد. ناس فقره بسطاء، وهذا اللي عندنا نقوله. والله كريم، الله يعينكم. الله يعينكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عايشين يعني بالتهديد، كل عايشين بالتهديد. من انا هذه المتحف ومن البلديه، يدقون الباب علينا، يدق الباب علينا اربع نفرات، يجي يبلغني شيلوا ولكم شيله شيله. لا عايشين بالمزرعه، ما احنا عايشين طبعا. ناس نهيبية. سكن بس. بس سكن. أحلامكم بس سكن. دار السكن ما. حق هو المشكلة حق. إحنا ده نحكي. بس خلي عفونا بحالنا. خلي عفونا بحالنا. أنا أشوف كبار بالعمر ومرضى داخل. كبير الله لو تجوا يا غير طف المبور. أنا مبارة سوا بعدين. الله يعينكم. الله يسعدك. الله يسلمك. تعال اللي بعد. كلكم كبار بالعمر، كلكم تعبان. والله شو اسمه هسه ما اقول انا، ما دا اشوف شباب هواي، قل الشباب. شباب طالعين للعمل يحصل له 5,000 لـ 10,000، لو ماكو يطلع للعمال ويجي لنا يقعد هاي حالته. واحنا دور طريقنا هذول ياخذون مساطعه من الدوله، وبنا جملون 1000 واحد هنا وواحد هنا، وهذا جديد. يعني تجيب لك زباله تنزل الدنيا على راسك. هذا واحد هنا بناه ما صار 6 شهور، يقول انا ما اخذ القاع. القاع ما نعرف للاحزاب، ضاعت للدوله، للوقف السني، ما ندري. ضاعت. واشكرك. حياك الله. شنو اسمك؟ وين الساد احمد؟ هذا حسام الولد. شنو عليك دعوه خالص؟ من اللي جاب الشرطي؟ من اللي جابهم؟ هسه انا قاعد اقول له من دعوتك؟ لا تصوروا لا تصوروا، تعال بدون ما يطلع كلهم، تعال ما يطلع وجهك، ما يطلع وجهك، ما يطلع وجهك. السلام عليكم. دا اقول له ما يطلع وجهك. خليه ما يطلع وجهك. بس خليني اسولف لك السالفه، ما تعال متفتين انت. ما اقدر. شنو المطلب حجينا؟ والله المطلب هم ذول اهل الخشب. هم اللي يسوون المشاكل. شنو هاي مخازن؟ مخازن كلها تعال شوفها كلها بفلوس، ياخذون فلوس. ما اقدر ما اقدر ما اقدر اسولف. ياخذون فلوس من عندهم كلها بالملايين ياخذون. اي انتم ما من وراكم فلوس. يعطوها المخازن. للمخازن هم يسوون حديد الظاهر قاعد تطب عليهم. اي هم يعمون عليه. هم حديد وبلاستيك. اي بلاستيك. احنا مو يم سندويتش وكل شيء. احنا مو يم الاثار. توقف مكانك ما اقدر اسولف. يا اخي والله مو يم الاثار. بس الشغله بيها نوع من الاستثمار. اي والله بيها نوع. لا واضحه. لا لا اكو واحد طمع. يا اخي والله مو يم الاثار. والله لو يم
كم الاثار نقول له كم الاثار، واحنا مو بعيدين على الاثار، احنا على الاثار نقدر تتمشى وياهم تتمشى وياهم انت وشوف، بس اكو بيها نوع نوع من القعده وجيب واخذ وعطى وفلوس ودلل، وان شاء الله نضغط عليهم ان شاء الله. علي زويني هو ماخذ المساطح هاي مال القاع كلها لمده 15 سنه هذا ابو المخازن، من كنا قاعدين جانا قال انا اقدر اخذ من عندكم ويجاب، بس عايفكم لعله. زين جيد زين. بارك الله بك. اي قال انا ماخذها مساطح 15 سنه بارك الله بك. زين قال انا اقدر اخذ ايجار واقدر اخذ كل شيء من عندكم، بس مسويها لله عايفكم واقع حال. جيد هاي العد. بعدين شوف هو بالجديد الضابط اللي بس نعرفه من الجابه معي حجينا. وبعدين هاي المقبره بس رجال وكل المقبره بعد عدى مقبره احمد بس خذوا الكرب في المقبره. يلا روح للمقبره خذوا الكرب وين. لا انا الحجيه قلت له قالت بيتي قريب. وين الحجيه؟ وين الحجيه؟ تعالوا لنا وين من يلا تعال وين بيت حجيه. تعال الكاميرا خلاص وصلنا جوا. تعال يا حجيه تعال وياي. انت وين ساكنه امي؟ ساكنه هنا ظهرش القبور. طيب زين وانا اريد اشوف ادخل البيت اقدر اشوف بيتكم من جوا. زين ايش بيه هو ايش بيه من جوا يعني سايز صغيره شنكوات هي غير وياك وين الحياه يعني هم قاعدين بس خلينا نشوف نستعرض المكان. شنكو احنا بيتي كله شنكو شوف واحنا اثنين اخوان خريجين وانا عندي انزلاق لا اقدر اشتغل لا اقدر هذا الا عمليه خريجين وقاعدين صار 9 سنوات وماكو لا راتب لا تعيين لا وراهم. عوف القبره عوف القبره وراهم. يعني احنا انا 5 مرات اودع عائلتي يوميه كل اسبوع واحد عضت عقرب ومدي المستشفى وهذا الولد يشهد اجي تالي اجي على المود تيك توك لو تاكسي. انتوا قاعد تشوفون البيوت لو لا بس صور لهذا هاي كلها بيوت هاي بيبان يعني هسه هذا البيت هذا البيت اذا دفعه هيك هسه ينقلب هاي شنو هاي البيوت حالتنا هاي الناس هاي المقبره وراني المقبره سندويش بن الله حتى يرفع هاي بعد تقدر سندويش بن الله كله سندويش هاي كله سندويش والله على قالب يمكن 4 نكاتب الله شاهد الله يعينكم والله العقب هاي قبل شهرين هيك عيلتي دي دير بال ما شاء الله هاي انا بالمطر ماكو بالمطر تعال هنا وطب هسه ترى تطب وشوف المطر هنا ما تقدر تطب الصيف لي جاي كل شيء زين ماكو مطر وطينه اللي ما عندك تبهذلنا والله تبهذل ماكو مطر. الله يعين الناس. 2007 على مدير الاثار 2007 قال احنا راح نطلع 100 متر مربع اللي داخل المربع نشيله اللي خارج مربع ما له شغله فهم سيجوا حبايب. من السيج؟ هم الاثار سيجوا راح احنا وين من الاثار؟ المتحف خلصانه قضيه احنا وين من الاثار وين؟ المسافه بعيده حبايب بين فتره وفتره فاضيين بين فتره وفتره المنطقه ابن وجد يعني قبل ما تقول لي متجاوز لا ترى بامانه الله ما حد مديده فجوم عليها ترى كفيلك العباس ابو فاضل يعني ما حد يتجاوز على ابد ابد ما حد يتجاوز على ترى ابد هاي تراث هذا ما حد قديمه بالمنطقه قبل هنا انا انا من زمان هنا هذول بشيخ عمر انا هذا هلا هلا شوف هم التصوير هاي المخازن يلا ثواني مين ندخل هاي المقبره مين ندخل حجيه دقيقه خلينا نشوف هذا المكان يقولون من هنا يلا خليكم امشوا على راحتكم امشوا على راحتكم المقبره من الناس الناس رادت تشوفنا يلا خلي طبوا الكاميرا طبوا الكاميرا طبوا 5 دفاتر حجي هذا بيت من هذا خلي شوف بيتكم بيت حماتي وهم بيت يا الله اللهم صل على محمد هاي بلوك اي كله بلوك واضحه مو واضحه استاذ زيد بلوك هسه مين نطب حجيه يلا فوت استاذ احمد خلينا نطب افتحي لنا حجيه الباب الله يحفظك بسم الله عبرونا بسرعه ضوء ماكو يلا عبروا الكاميرا خلت عبر الكاميرا اطلع استاذ زيد اطلع تعال عيني تعال شوف اطلع ارفع هاي حسن يلا هسه احنا وين متوجهين على المقبره احنا متوجهين للمقبره اطلع ابوجك طلع لي الكاميرا الكاميرا الثانيه وينها الكاميرا يلا 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 تفضل استاذ هاي احنا داخلين وين بالمقبره داخلين للمقبره هسه هذا هاي الاطلاله مال البيوت وين
إطلالة البيوت بالمقابر. هذا واقع حال الناس، شفتوا وين عايشين؟ على كيفك، على كيفك اللي تنقلبون، المصورين على كيفكم، ما عندي شيء. تعال شوف هنا الظهر من القبور قاعدين. يلا انتقلي منك، انتقلي منك، يلا. هاي المقبرة. يلا محمد. انتقل. جبنا على آثار. يلا خلينا نشوف هذا. احنا شلون مديدنا عليها؟ احنا نحافظ عليها. احنا شلون مديدنا عليها؟ احنا هلا. قلت استاذ احمد. هاي المقبرة. بس احنا وين؟ بسم الله السلام على الأموات والأحياء. ليش نقول والأحياء؟ لأنه هو العايش بهذا المكان. أما تحسبوا لي عراقي وتميز به، يتميز به بحقوق واجبات. ها شوف هذا وضع العراقي. قبور. أنت تريد تقول لي متجاوز؟ هو ما تجاوز على أرض يعني مأثرة على كل شيء بهالبلد هذا. فر لي ابن الله، خلي اشوفهم المكان هم وين قاعدين. هذا سريع محمد القاسم. شوف هذا بيت بصف الابواب. هذا سريع محمد القاسم. حجي يعطينا مجال الله يحفظك. باع له بيوت وين؟ هاي علي من مال محمد القاسم. وهاي المقبره. ويساري هاي المقبره، اعطونا مجال عمي الله يحفظكم شوي خلينا نشرح الوضع. خلينا نشرح الوضع، والله العظيم بأساوي هاي الوضع الناس. هاي الناس شلون عايشين؟ لكم ما تخافون من الله. باكر ترى انت مكانك هنا. نا مكانك. يعني ماكو خوف من الله. هذا اللي يعيش بهاي المقبره اريد اسال مصيره، مستقبله، طموحه، اهدافه. هو اللي يعيش يصبح يفتح شباكه يلقى له قبر قدام بيته، شنو طموحه؟ هذا ليش ما تخافون من الله؟ مو المشكله باكر هذا متر ونص، هذا مكانكم كنا، مو بس انتو، كنا هذا مكانكم. فمن هاي المقبرة هاي الناس هيك عاشت. من هاي المقبرة اريد اختم، والختام لعله برسالة. تمام؟ لا لا والله ما نختم، خلينا نحكي ويا الصغار قبل الختام. الله يساعدك حبيبي عمو، شلونك؟ تعال زين. هاي المقبرة شوفها انت مو دائما؟ ايه زين. انت وين تلعب؟ ها؟ وين؟ هذا بيت. هنا تلعب بهاي الترابة؟ هذا بيت. لا تلعب هاي الساحة صغيرونه؟ عقارب. عقارب، تشوفون عقارب؟ ايه. زين، هسه انت شنو تتمنى؟ شو تريد؟ حلمك؟ اريد بيت يعني مو هنايا. لو حتى هنايا. يعني تقابل انه تبقى بين القبور؟ ايه. قابل. بس لا يجون. بس لا يجون. داو مدرسة؟ تعال حبيبي، طيني يدك. شلونك عمو؟ زين. شنو هالجمال هذا؟ شو اسمك؟ ملاك. ملاك. ملاك، الله يحفظك ملوكة. شلونك ملوكة؟ زينة. ملوكة حبيبتي، أنت هسه تريدين بس بيت مو؟ زين، هسه أنت ما تخافي من هاي القبور؟ ما تخافي منها؟ أخاف. تخافين؟ ما توصلين هنا وحدك؟ لا، مرات وين بس حد لي هنا. الله يعينكم. خليني اشوف ام البيت، وين ام البيت؟ انا جايها لام البيت، انا جايها. جايك، الله يحفظك، توقعين جايك. الله يسعدك امك. هلا بيك خاله. هسه واحد يصبح الصبح يلقى قبر قدامه كارثه هاي. زين نقرا لهم فاتحه ونقول ذولا امن لا خاف تزعل مني احسن من البشر. اي طبعا. زين؟ هذا ما مؤذي. اي والله رحم الله والديك، احنا قاعدين هنا انا وما خلصانين. كل فتره وجايين مهددينه. زين والحكومه الله يحفظهم ان شاء الله قالوا احنا ما اعطوهم قرار، قالوا احنا اصلا ما لنا شغله بالمتجاوزين حاليا. اي مو صحيح؟ انطوها قالوا ما لنا شغله، منا لما نشوف لهم بديل. زين احنا هاي منتهي منها. اي فاحنا هسه كل بين فتره وفتره يجون يهددونا، لو تعالوا اعطونا فلوس، ها لو شيلوا راح نجيب لكم تباليغ. احنا وين قاعدين؟ هاي تفضل مو شفتناها او صورتها. نص المقبره. احنا العقارب قارصتنا والحياده طلعتنا وهاي كلها نقول الحمد لله والشكر. لان وين نروح؟ ما عندنا فلوس. ماكو ايجار، فلوس ايجار ماكو. ما عندنا والله. يا دوب ندبر عيشة يومنا. انا ابيع بالشارع عندي عربان. زين. لا ربيتي تامة. لا عندي قاع، لا عندي بيت اني. تامة ربيت 52 سنة. والله اني واطفالي، الرجل ميت الله يرحمه صار له 16 سنة. اي وما
ما اقول لا ولا كذب اخذ تقاعد 225 تروح ياخذ 500 شي في رحم الله والديك شي يسوي والله قال ايجار ببغداد ب 300 هاي منطقه يعني. تعبانه يعني احنا والله في واحنا الناشد بعد الحكومه تعي جو تعي هنا فلوس طبيب ما عندك فلوس زوم ما عندك احنا بصدق يعني قاعد الناشد الحكومه والطيبين والخيرين انقرم تعالوا شوفوا حالنا وطلعوا شوفوا حالنا احنا ما نريد عندكم شيء بس طلعوا شوفوا امورنا زين بس سؤال في لي انا اريد افتهم هنا الحياه يعني بنص هاي الشولة اولا ومقبره ثانيه يعني. الليل شلون والله عايشين عايشين ونقول الحمد لله والشكر الف الحمد لله الحمد لله ربك هو الحافظ زين هو الله اللي يعيننا ويحفظنا الله يعينك زين شو نسوي قصبا ما علينا اكو واحد اموره زينه ها ويقعد بهالقعده لا طبعا انا اشكرك وما الله يحفظك ويعينكم الله وين المتحف ذاك المتحف العالي ذاك والعالي يا هو ذاك ايه بعيد كلش يلا بالله صور الكاميرا بالله طب لي زوم هذا السياج هذا السياج العالي هذا السياج العالي هذا مثل ما تشاهدون اعزائنا المشاهدين هذا السياج العالي واضح بالصوره هذا السياج العالي هو المتحف هاي المقبرة هاي مقبرة قديمة من السبعينات موجودة هاي المقبرة أكثر مو حجي خمسينات بارك الله بكم من أقدم مقابر بغداد تمام وهاي المقبرة بدل ما يدفن بيها الميت قام يندفن بيها الحي شلون يندفن بيها الحي اللي قاعد له بهذا المكان هذا مدفون وهو حي هسه فوق ما أنت دافنة بالحياة وما مطي حقوق ولا وزارة العمل مشتغلة صح وجاي لهنا ولا رئاسة الوزراء طلعت القرار يخص من لم ليس لديه سكن ولا قطعة أرض هسه ما مع التجاوز والله لا نشجع على التجاوز أنا أول واحد أوقف ضد المتجاوزين لكن بشرط طوم بديل لا تظلمون الناس لأنه أمانة باكر هذا مكانكم وهذا اللي يطب جوه بهذا المكان هناك لا ينفعك لا رئيس مجلس قضاء ولا رئيس الوزراء ولا رئيس برلمان ما ينفعك هنا بس ربك وأعمالك ومن يشفع لك فأنت ما تشفع لك بس أعمالك إذا أنت عملك أن تدوس على الفقراء باكر تونس بجهنم وبئس المصير تمام من مقبرة الشيخ عمر من مرقد الأموات من أكثر مكان قد يكون بخجل مع النفس أكثر مكان تتهذب به النفوس والأرواح هذا المكان اللي تتهذب به النفوس والأرواح لازم أن نهذب مسؤولينا ونقولهم اشتغلوا صح لأن وقفوهم إنهم مسؤولون هاي وقفوهم هناك أم أنهم مسؤولون هاي المسؤولية اللي خليتوها واستلمتوا زمام السلطة من مقبرة الشيخ عمر هذا حديث الناس والمتجاوزين في تجاوزات الشيخ عمر كلام واضح بابتزاز وتجاوز على المواطنين والتجاوز على كرامتهم أيضا نتمنى من السيد رئيس الوزراء مثل ما وجه بحل مشكلة الزراعي أن يتوجه بحل مشكلة التجاوزات انهي التجاوزات في العراق عموما اقطع دابر التجاوز لكن عندنا مساحات ترابية ما كلها الشول طببوا الآلياتكم وطببوا شركات الاستثمار وسووا بيوت واطية الكلفة وسلموا الفقراء وقعدوهم بأطراف بغداد قابلين ما يريد يقعد بأربع شوارع بأطراف بغداد قعدوه وسلموا بيت يستر عليه بسقف والسلام عليكم في أمان الله.